بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض الـ ENT Course for Undergraduates، والنهاردة تكملة لموضوع الـ Anatomy البسيط اللي احنا بدأناه. احنا خدنا الـ Ear Canna كجزء من الـ External Auditory Part من الـ External Ear، ومفروض النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الثاني هو الـ External Auditory Canna. نفتكر مع بعض كده تاني إن الـ External Ear هي اللي كانت بالـ Green Color هنا باللون الأخضر، كانت عبارة عن ثلاث أجزاء: الـ Ear Canna او الاوريكل اللي احنا خدناها وشرحناها قبل كده، والاكسترنال اوديتوري كانال، والتيمبانيك ميمبرين. واتفقنا قبل كده ان التيمبانيك ميمبرين او الاير درام اللي هي طبله الاذن هي جزء من الاذن الخارجيه من الاكسترنال اير، واتفقنا ان المكان او الاوبننج اللي هنا ما اسمهاش اكسترنال اير اوبننج، اسمها اكسترنال مييتس. مييتس ليه؟ قلنا المره اللي فاتت، ممكن نشوف الفيديو السابق. طيب النهارده هيكون كلامنا عن الاكسترنال اوديتوري كانال. ايه بقى الاكسترنال اوديتوري كانال؟ أولا سبحان الخالق، هي ما بتكونش بالصورة دي. الصورة دي للتسهيل، لأن لو الصورة دي على إنها one direction بالشكل ده، هيبقى سهل جدا إن أنت لو بتدخل أي حاجة في الإير إنك على طول تعمل injury أو perforation في الإير درام، وبالتالي مش بالسهولة خالص إنك أنت تدخل أي حاجة هنا إلا لو عورت طبلة الأذن. إنما سبحان الخالق هي مش كده، هي معمولة بdirections. الإكسترنال أوديتوري كانال has two directions، لازم أنتبه، has two directions. اقف قدام مرايه، الاكسترنال اوديتوري كانال بتاخد تو دايركشنز دايما، هي فروم اوتسايد تو انسايد تبقى ميديال. ميديال هي ميديال، مهما كان هي ميديال، انما الجزء الخارجي منها دايركتد ابورد بوستيريور، ابورد بوستيريور، يبقى ابورد بوستيريور اند ميديال. انما الجزء الداخلي بتاعها دايركتد داونورد انتيريور، داونورد انتيريور، يبقى downward anterior medial. يبقى جزئين، الجزء الخارجي directed، كمان مرة بنقول medial، دايما لازم أقول medial، medial upward، upward زي الصورة، و backward يعني رايحة لورا. الجزء الداخلي بتاعها directed medial still medial، لكن المرة دي بقى العكس، عكس اللي برا، downward بدل upward بقت downward، وبدل ما هي backward بقت forward. ده هيخلي اي حاجه لو كوتون باد ولا اي حاجه بتدخل الاذن صعب قوي قوي انها تلف كده وبعدين تعمل بيرفوريشن او انجري للاير درام. ده جزء مهم جدا وده اللي هناخده في الاول خالص. طب هي عباره عن ايه بقى وهي جايه منين؟ زي ما اتفقنا قبل كده، جزء الامبريولوجي اللي احنا غالبا او غالبيتنا العظمى ما بيحبوش، بس هي المره دي القصه سهله خالص. هو الاكسترنال اوديتوري كانال از ديرايفد فروم ذا فيرست ارش او الاسم المانديبولار ارش، الفيرست ارش او المانديبولار ارش. اتفقنا المرة اللي فاتت لما قلنا ان الـ Urbana is derived from the first arch and the second arch، واتفقنا ان الـ first arch 1 helix، انما الـ second arch كان بيطلع منه 5 helix من number 2 to number 6. لكن المرة دي القصة سهلة، الـ external auditory canal is derived from 1 arch اللي هو الـ first arch. طيب ايه هي الـ bones اللي بتكون، ايه هي الـ bones اللي بتكون الـ external auditory canal؟ زمان خدنا في الاناتومي واحنا صغيرين في سنة اولى ان في حاجة اسمها التمبورال بون. التمبورال بون زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا متكونة من كذا جزء، جزء اسمه سكويمس، جزء اسمه بيتروماستويد، جزء اسمه تمبانيك، وجزء اسمه زيجوماتيك. زيجوماتيك، سكويمس، تمبانيك، وبيتروماستويد. لو لاحظت في الرسمة دي هتلقى ان الاير كانال is formed mainly from the temporal from the tympanic from the tympanic part tympanic part of the temporal bone ما عدا السقف، ما عدا الروف. يبقى داير ما يدور هي متكونه من التمبانيك بارت اوف ذا تمبورال بون ما عدا السقف. السقف بتاعها متكون من اي بارت؟ واضح قوي من الرسمه، متكون من السكويمس بارت. يبقى الروف از فورمد باي ذا سكويمس بارت، انما اول اراوند متكونه من التمبانيك بارت اوف ذا تمبورال بون. شايف الخطين الحمر الموجودين في الصوره دول؟ ذيس ار سوتشرز. طب السوتشر اللي ورا ده اسمه ايه؟ سهل بقى، تمبانوماستويد، تمبانوماستويد سوتشر. طب والجزء الامامي اسمه ايه؟ الجزء الامامي اسمه ايه؟ سهل بقى خلاص، ما احنا شايفين اللي فوق ده اسمه سكويمس واللي تحت ده اسمه تمبانيك، يبقى تمبانو سكويمس، تمبانو سكويمس. يبقى ده تمبانو سكويمس سوتشر انتيريور، تمبانوماستويد سوتشر بوستيريور. الاير كانال از فورمد باي ذا تمبانيك بارت اكسبت الروف ويتش از فورمد باي ذا سكويمس بون. حلو جدا، يلا نتكلم عن اجزاء الاير كانال. الاير كانال متقسمه، هي طولها 24 ملي 24 مليمترز،
الجزء الخارجي 1 ثيرد مختلف تماما عن الجزء الداخلي 2 ثيردز. الجزء الخارجي ده عباره عن cartilage covered by skin. cartilage covered by skin وهو thick skin حقيقي. ليه بقى thick skin؟ لان فيه hairs hair follicles يعني، في sebaceous cysts، وفي كمان seruminous glands. في sebaceous glands وفي seruminous glands. sebaceous glands عشان بتطلع السيبم، اما seruminous glands فبتطلع الواكس اللي هو سيرومن اللي هو الواكس الشمع بتاع الاذن. يبقى معنى كده ان الشمع بتاع الاذن بيبقى موجود فين؟ في الاوتر بارت ولا في الانر بارت؟ لا، موجود طبعا في الاوتر بارت، لان السيروميناس جلانس والسبيشس جلانس موجوده في الجزء الخارجي اللي هو الثيك سكن. اما الجزء الداخلي فهو بون كفرد باي سكن، بون كفرد باي سكن، لكن المره دي السكن ثين سكن. طيب بالمنطق طالما اللي بره ثيك سكن واللي جوه ثين سكن، يبقى ما فيهوش اي كونتنت من اللي بره، يعني لا في هيرز ولا في sebaceous glands ولا في seruminous glands. يبقى الواكس موجود فين يا دكاترة؟ الواكس موجود في الجزء الخارجي علشان فيه seruminous وsebaceous. أما الجزء الداخلي اللي هو more sensitive، منطقي more sensitive لأن السكين هنا thin covered bone covered by thin skin. طيب في حاجة مهمة جدا جدا اسمها constrictions. يعني ايه constrictions؟ هل الإير كانال بنفس القطر بتاعها بنفس الدايمتر all through؟ حقيقي لا. الجزء الخارجي مع الجزء الداخلي يعني at the junction of bony cartilaginous junction في هنا في constriction. عند البوني cartilaginous junction في constriction، يعني المكان هنا أضيق. إنما أضيق مكان في الإير كانال موجود على بعد 5 مليمتر من الإير درام، يعني الموست ميديال جوه خالص 5 مليمتر من الإير درام، واسمه الإذمس. الإذمس ده لو اتحشر فيه foreign body impacted يبقى غالبا هتحتاج قط العمليات عشان تطلعه، لان صعب قوي يخرج من المكان ده من غير ما تعمل بين للعيان، بالذات انه هيبقى محشور في البوني بارت which is the sensitive part. طيب نيجي دايما لقصه ان في جزء داخلي من الاكسترنال اوتري كانال اسمه التيمبانيك سالكس، في جزء محفور خالص داخل اخر الموست ميديال بارت بعد الايذمس اسمه التيمبانيك سالكس، باين جدا جدا في الصوره دي. التيمبانيك سالكس ده اللي بيبقى التيمبانيك ميمبرين لوجيت فيه، يعني داير ما يدور يا دكاترة، داير ما يدور التيمبانيك سالكس موجود at the most medial end، لكن الجزء الفوقاني deficient from the tympanic sulcus. يبقى التيمبانيك سالكس is at the most medial end of the tympanic external uterine canal، بيبقى موجود فيه التيمبانيك ممبرين all around هو موجود لكن deficient superior. طيب ايه الابلايد اناتومي اللي احنا متعودين عليه وقلنا عليه مهم قبل كده؟ رقم واحد الانجيوليشنز، اتكلمنا عليها في اول كام سلايد. الانجيوليشنز بتبروتكت الاير درام، ان لو في حد بيدخل اي حاجه في ودنه بيلعب بيها باي ميستيك ما يعورش الاير درام. يبقى الانجيوليشن الزاويه اللي واخدها الاير كانال بتحمي الاير درام. تاني حاجه ان الواكس بيأكيوميليتس فين عشان المالتيبل تشويس؟ ان ذا اوتر بارت، وساعتها الاير لوحدها بتطرده. اما المرضى اللي بيقعدوا يلعبوا او الاشخاص اللي بيقعدوا يلعبوا في ودانهم بالكوتونايد بادز فبيزق الواكس جوه فبيبقى صعب خروجه. طيب الواكس زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت prevents animate foreign bodies، اتفقنا لما يكون في ناموسه ولا في فلاي ما بتقربش علشان الواكس بيريبل او بيدفع الفورين بودي انيميت ده اوتسايد. جزء كمان مهم قلنا ان الاذمس كان تراب ا فورين بودي لان هو على بعد 5 مليمتر من الاير درام وهو الموست كونستريكتد بارت. وقلنا اخر حاجه ان التيمبانيك سالكس موجود اول اراوند ما عدا سوبيريور، وده اللي بيخلي سهل قوي ان الاير درام لو حصل فيه اي نيجاتيف بريشر في الميدل اير تتشفط في هذا الجزء وتعمل باثولوجي هناخده بعدين نبقى نتكلم عليه اسمه ريتراكشن بوكيت وكوليستياتوما، وده هناخده في محاضرات لاحقه جايه ان شاء الله. دي كانت محاضره الاكسترنال اوتري كانال، واتمنى تكون نفعتكم. وثانك يو سو ماتش.